يعتبر التشهير بأي منشأة أو أفراد من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون، وقد حدث وعوقب كثير من الأفراد إما بالسجن أو بالغرامة أو بالجلد. وفي المقابل قد يقع على الأفراد بعض التعديات من هذه المنشآت كالأخطاء الطبية والإهمال. وقد أورد برنامج أخباركم في حلقات عديدة أكثر من موقف ومشهد لأخطاء طبية متكررة واستهتار بمقدرات الناس وأرواحهم. وأقرب ذلك كان في حلقة الأمس مع الأخت منال رحمها الله واتصال زوجها الأخ مشاري الحربي وغيرهم كثير، وللأسف كثير من المجني عليهم لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون كيف يثبتون. إذ أنهم يخشون أن تقام عليهم قضايا تشهير من قبل تلك المنشآت رغم أنهم هم المجني عليهم، لا سيما وأن خيوط معظم القضايا والتي تخص الأخطاء الطبية كاملة بيد تلك المستشفيات. طبعا سنتحدث في هذه الحلقة مع أحد المحامين المستشارين لتوضيح معلومات عديدة حول حقوق المواطن. قبل ذلك ننتقل وإياكم إلى عدد من التغريدات اللي تحدثت عن هذا الموضوع. هيفاء السيد تقول قبل أن تخطي خطوة قدام تذكر الله ولا تنسون الأمانة بالعمل وحسبي الله ونعم الوكيل على دكتور لا يوجد لديه أمانة. عبد الحكيم دكتور محمد القرشي غرد أيضا في نفس الهاشتاج قائلا في قضايا الأخطاء الطبية يجب التفرقة بين الضرر والأعراض الجانبية المحتملة من التدخل الجراحي، وبالفعل يوجد إقرار طبي وقع عليه المريض صحيح يحتوي على المضاعفات لأي تدخل جراحي. عبد الحكيم صحيح. مشاهدينا طبعا لكي نكون أكثر دراية بضوابط قضايا التشهير وملابساتها دعونا نرحب في اتصال هاتفي بالمحامي والمستشار القانوني الأستاذ تركي الرشيد. حياك الله أستاذ تركي. أهلاً وسهلاً، حياكم الله جميعا. خليني أبدأ معك أستاذ رشيد أو أستاذ تركي عفوا، من المخول بالتشهير في شتى القضايا وكيف يتم التشهير بشكل عام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. أسعد الله مساءكم جميعا ومساءك. بالنسبة لقضايا التشهير، أولا التشهير
فارغة للجهة المختصة في مسارها الخاص للاطلاع المختص عليها، هذا لا يدخل في هذه المسألة، وإنما الممنوع هو التشهير في التواصل الاجتماعي بقصد الإساءة. تمام. طيب أستاذ تركي، دعني أنتقل معك إلى محور آخر عند حدوث الخطأ الطبي. كيف ستكون آلية التشهير؟ هل سيتم التشهير بالمنشأة الطبية أم بالممارس الصحي الذي ارتكب الخطأ الطبي؟ طبعا لا شك أنه الأخطاء الطبية تخطأ لهيئات صحية شرعية شكلت وفقا للمادة 33 من نظام دورة المهنة الصحية صادر عام 1426، والمكونة من قاض يعينه وزير العدل ومستشار نظام يعينه وزير الصحة وعضو هيئة التدريس وعضو من كلية الطب وعضو هيئة التدريس من كلية الصيدلة وطبيبان ذوي خبرة والصيدلة. هذه هي الهيئة الصحية الشرعية على أساس أن أوصل أنا لهذه الهيئة، لابد أن يكون هناك مسار للشكوى، فمسار الشكوى لابد أن يبدأ من المنشأة التي حدثها من داخل المنشأة التي حدث منها الخطأ بكامل بيانات المدعي من هذه المشكلة، ثم تحال جميع الشكاوى إلى الجهة المختصة بالمنطقة أو المحافظة. طبعا المختص المباشر إذا كان الجهات المدنية يكون مدير الشؤون الصحية، إذا كانت العسكرية مدير الخدمات الطبية، ثم بعد ذلك يشكل لجنة من 3 أشخاص. هذه اللجنة تقوم بالتحقيق و يعني مقابلة الأطراف والتحقق مع التحفظ. طبعا بداية الشكوى لابد المدير المنشأة نفسه يتحفظ على ملف المريض المتضرر وعلى تحليلاته، وتكون تحت أمانته كأنه أمين سر أو أمين خزنة، لأنه هذه تكون من الأمانة اللي يواجه رب العالمين، ولو ضاعت في الدنيا ما تضيع في الآخر. ممتاز. ثم بعد ذلك يجرى التحقيق، ثم إذا ثبت وجود الخطأ فإنها تكون من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية وتحال إليه. تمام. هذا في ملخص السريع. تمام. الأستاذ تركي الرشيد
أنت المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.